فكرة التأكيد في هذا الموقف المهيب على حرمة العرض والمال والدم فضيلة الدكتور محمود، لماذا أكد واختصهم الرسول صلى الله وسلامه عليه في هذا الموقف المهيب وفي هذه الخطبة برأي فضيلتك؟ يعني قلنا إنه الجمع الكبير الذي اجتمع حول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى بأن يحمل عنه وصيته إلى الآفاق ثم إلى الأمة جيلا بعد جيل إلى قيام الساعة، لذلك بثهم هذه الوصية الختامية لتكون نبراسا يسير عليه البشرية إلى ما شاء الله. ثم ذكر وخص هذه المحرمات الدماء والأموال والأعراض لأنها مجالات النزاع بين البشرية. البشرية تختصم في الأموال وتختصم في الدماء وتختصم في الأعراض. ولو أننا يعني احتكمنا إلى حكم الله سبحانه وتعالى وتفاصيل الشريعة وأحكامها في الأموال وفي الأعراض وفي الدماء ما بقيت عداوة ولا بقيت خصوم. نحن نعرف أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط في حجة الوداع ولا في خطبة الوداع حرم هذه، إنما حرمها في نصوص كثيرة جدا، منها مثلا كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه حرام، يعني منطقة لا ينبغي أن يقربها، لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه. القرآن نفسه حرم الأموال، لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل. كل هذه النصوص وغيرها أيضا تؤكد مسألة حرمة المال، أن مال الإنسان مصون، مالي أنا مصون من سوايا وماله سوايا مصون مني، وكذلك الدماء وكذلك الأعراض. الدماء فيما جرى في الفترة الأخيرة فيما تعانيه البشرية مشكلة كبيرة جدا، يعني استباحت فيها أو ضاعت فيها وأهدرت فيها الدماء. هذه الدماء محرمة ومصونة، البنيان الذي بناه الله عز وجل وأراده سويا وأراده مستقيما وأراده حيا لا ينبغي لإنسان مهما كان ومهما كانت رتبته ومهما كانت درجته ومهما كانت حيثيته أن يهدر هذا البنيان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في سورة الملك وهي سورة مهيبة جليلة في بدايتها ثناء الله على الله، الله عز وجل يثني على نفسه فيقول تبارك الذي بيده الملك. هذا الملك من مفرداته الذي خلق الموت والحياة، بدأ بالموت يملكه رب العالمين سبحانه وتعالى ثم ثنى بالحياة، وكأنه يقال لا ينبغي أن يقول إنسان لإنسان أو يحكم إنسان على إنسان من خلاص حياته انتهت أو أنه يستحق الموت أو أن يسعى، فضلا عن أن يسعى في ذلك يعني بفعل أو سلوك. فإذا الدماء مصونة والحياة مصونة لأنها إرادة الله عز وجل، هو الذي أوجد الإنسان فهو الذي يصون الإنسان وهو الذي يوقر الإنسان. أما أن يستبيح الإنسان أو يبيح لنفسه أن يهدر الدماء فهذا أمر محرم جدا. لذلك كان من المرويات المخيفة جدا، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني فسحة هو براحته خالص، ممكن ياخد ويدي، ممكن يرتكب جناية ويغفر له، يذنب ويستغفر، لكن إصابة الدم الحرام ضيق على نفسه الخناق، نعوذ بالله من الدم الحرام. لذلك نحن نهيب بالناس حتى العادات المرزولة، العادات الجاهلية، العادات الموروثة في بعض البيئات ينبغي أن تنتهي، ينبغي أن نكف. والمسألة بالمناسبة فقط تحتاج إلى قرار، فقط قرار إنه الله سبحانه وتعالى الذي خلق الحياة ولا ينبغي لإنسان مهما كان أن يسلب إنسانا هذه الحياة فقط، لكن خذ قرار حتى تستقر الحياة وحتى يعيش الناس في أمن وفي أمان. أما الأعراض فهذه مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا، والناس يستسهلونها، يعني يستسهلون الكلام في عرض إنسان ويتهمونه ويشنعون عليه، وأحيانا ينشرون كذبة فتبلغ الآفاق وهم لم يتأكدوا منها أصلا. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم وخوفنا وحذرنا فقال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، مش كل اللي نسمعه نقوله ربما لا يصادف حقيقة، وحتى لو كان حقا ما الذي يدعوك إلى أن تنشر حقا يصيب إنسانا في يعني عرضه؟ فالمشكلة يعني أنا أعرف أنه في مسألة في هوى نفس يعني، لكن على أي حال هذه مجال المحرمات، الأموال والدماء والأعراض التي إن كف الناس عنها عاش الناس في أمن وفي أمان وفي استقرار وعافية.